بقول لك هي كده بتطبع؟ ايوه نفس صوت بامور الحارت عندنا في البلد. حارت ايه بس؟ هتظبط بسم الله. يا ولاد التعيبة ضغط ال 200 جنيه بالظبط. نفس المقاس يا جماعة. حلو قوي الكلام ده. ايوه وريني كده. يا جماعة بس في مشكلة. ايه؟ العلامة المائية بصوا مش ظاهرة، باين انها مزورة. بقول لكم ايه؟ أنا أعرف برنامج ممكن ننزله من على النت، هيطلع لك العلامة المائية على الورق، نشتغل منه. برافو. فين البنت؟ عليها النعمة لا ما يعرف انها مزورة. دي عاملة 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 زي ورق اللحمة. وبص بص بتطبق كيف؟ استنى. ايه ده؟ نعمة ربنا يا غبي، أنت عم تلعب فلوس؟ نلف كل بيه 50 مليون. 50؟ انت جاي تعملهم عليا يا جدعان. تعالوا ركزوا، احنا عايزين ورق قريب من ده، ورق من نوع معين خشن. بص الورقه دي والورقه دي امسكي. سيبوه لنا المأمورية دي، انا هجيب لكم ورق شبه ورق العمله بالظبط، ما تشيلوش هم. طب شوفوا دوت. شوفوا حلو ده بس شفاف شويه. ما هو ده ورق شفاف. الورق ده خشن، احنا عايزين ورق ناعم. نعمه؟ يعني نعمه ورق عامل زي ورق التواليت. ايه اللي انت بتقوله دلوقتي ده يا خالد؟ التواليت ايه بس؟ عايزين نركز في شغلنا. ها انتوا بتشتغلوا في ايه بالظبط؟ انت كده بره يا معلم، تعيش تاخد غيرها يا حبيب قلبي. ايه ده؟ ليلى يا حبيبي انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا جحيم؟ بلم الغالي الاكسترا منك. لا يا حبيبي لا، هتقعد وهتلعب ورب كفينا يا حبيبي. ما كفيتك يا جدع وخدت كل فلوسك. تحب بقى لعبك على هدومك؟ لا هتقعد وهتلعب وربنا يغلبك. انت كداب وصدرك واقع ولا هتضرب ولا هتليل. هتقعد وهتلعب. شيل لك يا مرسي ده المضربك زي كل مره. انت تضربني. انت تضربني. تضربني انت. خلاص يا مرسي. وهضرب كمان اهو. خلاص يا مرسي. اموتك. الفرع ايه؟ اموتك. كل مره تعمل كده غير انت. طلعت نار نادي يا غيبابه. لا يا عم طلعت المواعيد دي، ينفع كده؟ مستنيينك من بدري يا عم. اطمن بقى يخلص. تمام يا رب. اهلا يا سامع. صباحك فل يا عمو. مديني 200؟ ها مظبوط. وانت حسابك 80 لي، يبقى ليك 120. صباح فل يابا. ها كلمني. ماشي يا عم. سلام يا برنساء. طيب شفت يا معلم الواد طلب ده بقى انه مسطول ولا ايه؟ بديله 200 جنيه راح مرجعها لي في الباقي تاني. ايه الصوت الو؟ السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. طب سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. دول خمسه كيلو مشوي؟ هم دول ان شاء الله. اتفضل يا باشا. الف انا بيه. وباع علشان؟ باع علشان مين؟ دي جايبها منين دي ان شاء الله؟ جايبها منين ايه؟ جايبها منين؟ بنك مين؟ دي مضروبه يا معلم. مضروبه زي مين اللي ضربها؟ مضروبه كده على عينها. جايبها منين دي يالا؟ يا حماده. طب يالا مين يعني؟ انا راس سمير. انا راس سمير. عم سمير امسكه. لو سمحت انا اخدت نص كيلو عسل، ممكن اعرف حسابه كام؟ 20 جنيه يا فندم. اوكي اتفضل. مفيش فكه من حضرتك؟ لا الحقيقه معيش فكه. بس دي علامتها مش موجوده. ممكن تمشيني بسرعه بس عشان مستعجله؟ العلامه مش موجوده يا فندم. هي بتاعتي. طب خلاص لقيت لك فكه اتفضل. ايه؟ العلامة برضو مش موجودة؟ لا تمام موجودة. شكرا. العفو. يا دي يا تلموذ انت وهو بقى، ما حدش عارف فيك ويصرف الورقة بتاعته. عملها طالعة. بس صرفتها كيف دي؟ عيب عليك. صرفتها الواد خاص بشؤون الكيف يعني. باقي فلوس. يا جماعة احنا عندنا مشكلة حقيقية. احنا لازم نصرف الفلوس دي بأي طريقة. اصلا الفئه الكبيره اللي هي ال 100 و200 حتى لما بتكون حقيقيه الناس بتشك فيها، عشان كده لازم نقلل من الفئه الكبيره دي. بصوا يا جماعه انا جبت لكم فئه ال 5 جنيه. ايوه بس برضه هي نفس المشكله، هتصرفهم ازاي؟ اتقل يا ماجد. عندي حل بمليون و400 الف جنيه. ها لما انت قلتي 5 جنيه هبقى في بالي ايه؟ نطبع خمسات كتيرة، خمسات ونطلع بيها على الكباريهات. وهلا هلا هوب يا ابن الجنية. صح الكلام ده.
هو الحل الكبريهات صح سلام صح طلع صح الناس مساطيل ولا يعرفوا الخمسة جنيه الحقيقيه من 5 جنيه المزور صح بس احنا نطبع كميه نطبع 10555 ورقه بخمسه وننزل يوم الخميس ونعيش هلا 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 ايوه استنوا بس يا جماعه ده كده احنا هنعوز شغل كتير قوي كله بيخلص بالكمبيوتر ما تقلقش حلاوه الكمبيوتر يا حلاوي ربنا يخلينا الكمبيوتر طيب يبقى قدر ما حصلش بقى ونتكل على الله كرمنا يا رب يا رب نازين يلا دوس دوس ايه رايك بقى يا نجمه انا عملت لك الاوضه دي مخصوص علشانك وحطيت لك فيها البوسترات وادي عقد يا نجمه بسنه هات يا رب امضي بقى يا فنانه من فضلك يا السوحي بيه لازم اشيك عليه استاذ احنا ما عندناش هنا عقود بتتقري وبعدين انا والنجمه متفقين على كل حاجه ايوه يا سطوحي بس في نفس الوقت استاذ سامي ده المحامي بتاعي ولازم يراجع طبعا على العقد ولو مش عاجبنا بنود فيه مش هنوقع عليه لا اصبر انت كمان يا متر احنا متفقين مع استاذ سطوحي على كل حاجه وانت عارف طبعا العقود دي عباره عن شكليات بس اهم حاجه عندي يا سطوحي الدعايه نظام الكام صوره دي يا اخويا اللي انت حاططهم لي في الاوضه ما ينزمونيش لا 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 من الناحيه دي اطمني يا نجمه شوارع مصر كلها هتبقى مليانة بوسترات ياسمينة 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 هات هات اهو ده الكلام هو ده الكلام البروفيشنال ومن الليلة دي نبدأ الكلام ايه الليلة دي انا مش جاهزة طبعا يا سطوحي في ايه لا يا نجمة احنا جينا الليلة دي حتى لو نغني اغنية واحدة ماشي يا سطوحي عشان خاطرك بس بعتي حد بعربيتك على البيت يجيب لي فستان دلوقتي حاجة. اوكي الليلة دي عامل مفاجأة لكل البشوات لكل البرنسات لكل المعلمين مفاجأة من العيار التقيل عيار 24 عيار ذهب خالص خالص معانا من الليلة وكل ليلة نجمة الإذاعة والتلفزيون نجمة الفضائيات ملكة جمال الكليبات النجمة ياسمينة يا بلدي انا قطق المره يعني سطوحي اتبسط انك بتجيبي زباين وتدفعيهم دم قلبهم صحيح هو مش ليكي نسبه من الكيك ده انت ايه اللي جابك هنا اتفضل اطلع بره انا لو اعرف انك هنا ما كنتش جيت من اساسه
حلوه اللعبه دي، عجبتني. حوار عشان في الاخر تيجي تشتغلي مع الكلب ده. انا حره، واطلع بره بدل ما اجيب البادي جاردز بتوع يطردوك. بادي جاردز؟ انت نسيتيني ولا ايه؟ انت ناسي انا مين بتكلمي ايه؟ فنسيتي الشخصيه؟ بطاريه، محل البطاريه دلوقتي جيبهم لي انا. مين انا البلطجيه؟ الله يرحمه. انا مصدوم فيك قوي، مصدوم. مصدوم مش مصدوم، ده شيء ما يخصنيش. اللي بيني وبينك فلوس لازم اردها لك، وهي فلوسك. وبعد كده الورق اللي بيني وبينك لو عرفي هقطعها. فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ هو ده تفكيرك؟ فلوس؟ انا كنت عايز اجيب لك الدنيا كلها. عندي استعداد اعمل اي حاجه، بس بكلم حد تاني، حد ما اعرفوش. انا همشي وخلي لك الفلوس. يا شباب معاكم قد ايه؟ معانا 10 روزة. يعني عايزين 5000 جنيه؟ حيلك بس يا عم رأفت. اللي واقف قدامك مش تلامذة، اللي واقف قدامك رجالة بجد ورجالة ولاد بلد. الكلام على 4800. ها؟ لا بتفهم. دي هو جيب لكم الفلوس. فين الرزة؟ مؤاخذة يا مت، سلم واستلم. احنا المؤاخذة يعني ما بنشتغلش في حزم بصل. دي الرزة فلوس. بس انت بس. المؤاخذة يا مت، برضه احنا بنتكلم في فلوس، وتجارة الفلوس صعبة، واللي واقف قدامك زي ما انت شايفه اهو قفل بقاله سنين حمار. على العموم مش هتفرق كتير، دي اجيب لكم الفلوس. ماشي يا عسل. طب بقى ما تقلعش بقى. مالك؟ ربنا يستر. امسك نفسك كده. تمام زي الفل. احنا على نعم، انا ارتحت لك من ساعه ما شفت الجرافات ضميريتي دي. معاك تلاش. ماشي حبيب قلبي. سلام يا باشا. سلام. بس لما خفيت قوي لؤي. مين ده؟ انت اللي مين؟ انت ما تتكلمش خالص. بقولك مين ده؟ ايه زبون. نعم قدام على البيت، قدامي على البيت بدل ما تربق الكبريده فوق راسك. سامعني ولا لا؟ طلعت حصلني. ادخلي يا واطيه. بالراحه. ايه لو مديت ايديك؟ ادخلي قدام، مش عايز اسمع منك ولا كلمه. ايه مالك؟ هو انت غريب عني؟ اول مره تعرفني يعني؟ البنت زوزو كلمتني قالت لي عدي عليها، عرضاني في حاجه ضروري. ما انت ما بتردش على موبايلك الا بمزاجك. انت عمرك ما هتنضفي، هتفضلي طول عمرك كده شمال. هو انا مش خليتك تبطلي شغلانتك دي وتكفلت بمصاريفك؟ عايزه مني ايه تاني؟ مصاريفي اه، انما مصاريف امي واخواتي انا اللي متكفله بيهم. يا بت يا بت، ده انت مراتي. عارفه يعني ايه مراتي؟ ولا انت نسيتي يا هاني؟ مراتك؟ اسم الله، عشان كتبت لك حته ورقه عرفي. لو عاوزني بجد خدني المأذون دلوقتي. مأذون؟ مأذون يا الماما يا واطية رخيصة بتاعت الكباريهات. انت ما تستاهليش، انت حته بنت تافهه ما تستاهليش اللي انا عايز اعمله معاكي. انت عاوز مني ايه؟ بس سيبني في حالي يا اخي، سيبني في حالي. انت فاكرني حته بنت عيله صغيره هتضحك عليها بكلمتين ولا بقرشين؟ لا، ده انا طلع عين امي وانت نايم على ريش نعام. خساره خساره يا سوسو، كنت عايز اعمل منك بني ادمه، كنت عايز انضفك، كنت عايز اخرجك من الفقر اللي انت عايشه فيه ده. تعرف ايه انت عن الفقر اصلا؟ تعرف ايه يا بتاع بابي ومامي؟ تعرف ايه؟
بنزل كل يوم وشايله تمني على ايدي. تعرف ايه عن البهدله والذل؟ انت ما تعرفش حاجه، انت فاهم؟ ما تعرفش حاجه. خلاص يا سوسو، خلاص ما تزعلش. يا كريم يا رب. بصوا يا برنسات، الحاجة عندكم ايه؟ وانا عايز فلوسي وقتي. ليه انت مش هتبات هنا ولا ايه؟ لا مش هينفع. اولا عندي زيارة عائلية كده، ثانيا نفسي ابات في البيت النهاردة. خلي التقسيم بكرة لما لؤي وماجد يبقوا موجودين، كلنا نبقى مع بعض يعني. لا يا حلو، ما ينفعش، ما ينفعش التقسيم يبقى بكرة، لأن أنا أحب شغلي كله يبقى توتو على كبوت. وبعدين انا ما طلبتش حق احد، انا طلبت حقي. اعمل امور في ايه؟ قلنا بكره، بكره احسن نبقى كلنا موجودين مع بعض، الدنيا طارت خلصنا. الله الله، بكره وكده وبتشوحيلي. بص يا حلوه، انا ما بخافش من التشويح. بقول لك ايه يا عم انت؟ شوف خمس الحاجه دي كام وادهمني. نفسي اروح لزينب، نفسي اروح مجبول الخاطر، عايز اروح وادخل لها برشين. بقول لك يا دينا، مش ناقصين وش احنا، ياخد نصيبه ويمشي. ماجد شكله هيتاخر ولا ايه؟ مش جوه، يبقى جوه.